السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، كيف حالكم أصدقائي؟ رجعنا فيديو جديد وحلقة جديدة عن فورتنايت باتل رويال وطور الزومبي. رح نحكي بهذا الفيديو، بس هو التركيز الأكبر رح يكون عن طور الزومبي. بنهاية الفيديو رح نحكي لكم شوي عن باتل رويال، بأنه اليوم خميس وأنا قررت نحط لكم كل يوم خميس شيء بخص فورتنايت لطور الزومبي أو الباتل رويال. وهلا خلينا نحكي لكم شو رح نحمل بهي الحلقة. رح أحكي لكم تحدي الضخم، رح أحكي لكم التحدي هذا الضخم اللي نزل بطور الزومبي اللي هو الست صفحات، الخمس أول خمس صفحات رح أحكي لكم عليها كلياتها شو هي التحديات رح تجيكم، ورح أحكي بالصفحة السادسة التحدي الأول بس، ورح أحكي لكم كمان تجديد السوق الأسبوعي، ومن ضمن المعلومات اللي إجتنا أو التسريبات أو الملفات أو بآخر الأخبار نزلتها إبيك جيمز عن طور الزومبي شو رح يجيني اعتبارا من بكرة. ولهذا السبب رح حديثني ليش ما نزلت التسريبات من امبارحة، انه امبارحة كان التحديث مزبوط، كان التحديث بس ولكن ما بيهم الباتل رويال. اما نحن طور الزومبي عنا التحديث بيصير يوم الجمعة ما بصير يوم الخميس. شنو رح فهمكم يا رح تفهموا الحديث كلياته خلال الفيديو. هلا خلينا نبلش بالفيديو، ليتس جو. إذا تضغطنا لايك والاشتراك تسنى لك اليوم فيديو جديد وحلقة جديدة الساعة 6، واهم شيء ارجوكم اشتركوا، 7% بس من المشاهدات عم تيجي مشتركين بس. تخيلوا يعني جبنا 100 مشترك، اذا جاب الفيديو واحد 100 مشاهده فعليه 7 بس مشتركين، و93 شخص مو مشترك. ليش اشتركوا؟ خلينا نوصل 10000، انه مو رقم كبير، كله ناقصنا 8000. يعني هلق نحن عنا 7% 93% ما حاطين اشتراكات، لو ممكن حطيتوا الاشتراكات راح نطير. يعني اتوقع بثلاث ايام نوصل 5000، انا ضامن 100%. المهم شكرا لكم لحسن المتابعة، وشكرا لكم هاي الثانية، شوفكم فيديو جديد وحلقة جديدة الساعة 6. بداية خلينا نحكي أول شيء عن التسريبات وآخر الأخبار وآخر السكنات. طبعا هنشوفها لأنه عم بحكي رح يطلع لكم كل السكنات وكل التسريبات اللي طلعت. طبعا هذا الأشي صارت فورتنايت، يعني إنه صارت أتوقع كتير شفتوها وشفتوا هذا الحكي بغير فيديوهات أو بغير ناس نزلتهم، أو ممكن إذا كنت متابعين على الإنستغرام أو على الفيسبوك شفتوها بالقصة، هذول الصور طلعت قدامكم. وطبعا الناس كل واحد بيحللها كيفه، كل واحد بيحكي على كيفه، كل واحد يحكي نظريه بكيفه، وفورتنايت بتحط النظريه اللي بدها اياها بس. ولكن عملت خطوه جدا جميله بهذا التحديث. الخطوه هي كانت في كل تحديث ما بيعطونا اي معلومات ولا بنعرف شنو التحديث، المهم نحن بنحدث للعبه بتجينا معلومات، يجي هذول اللي بنبشوا او المنبشين او القناصين بسموه هون بيطلعوا لنا الملفات ويقولوا لنا هي تسريبات من ضمن ملفات اللعبه بس. ولكن هالمره غيروا السيستم، ايبك جيمز قامت تعمل بس شغله بسيطه جدا، بعثتنا اياها، كتبت لنا ايميلات وبعثتنا اياها لكل منشئين المحتوى. الايميل يتضمن شو المعلومات اللي راح تجينا بالتحديث، وشو الافكار، وشو الهدف من لما تشوف شغله موجوده، شو الفكره منها، عشان كل واحد ما يبلش يفكر لحاله. مثل طور الجزيره اللي هي جزيره الاحلام، كاتبين هي الجزيره الاسترخاء، وراح تشوف الرساله تطلع قدامكم على الشاشه كلياتها. المهم نحن هذا الحكي كله ما بهمنا، لانه نحن ما بهمنا الباتل رويال، بهمنا طور الزومبي. هلا خلينا نبلش نحكي عن طور الزومبي، وهلا بنروح لطور الزومبي اللي كنا عم نحكي عليه. طور الزومبي شو حكوا فيه؟ حكوا انه في عندنا هي الشخصيه رح تجينا التحديث، طبعا هي حكوا رح تيجي بتجديد السوق الاسبوعي، بس مو السوق الاسبوعي اللي هو سوق الاسبوعي، لانه هذا بتجدد بشكل اسبوعي كل يوم خميس فجر الخميس مثل ما يقولوا الساعه 3. لا، هذا بتحديث الحدث يوم الخميس، كل يوم خميس بملفات الحدث رح تتحدث تجينا. المهم رح تجينا هي الشخصية، طبعا انا ما بعرف عنها كثير ومالي ضلوع كثير بالباركات والقصص هاي، بس ولكن حسب ما فهمت من بعض المحترفين بفورتنايت بطول الزومبي قالوا انه هذا التيم بيرك تبعها كثير مهم، ممكن نستفيد منه بالمستقبل لانه هو تيم بيرك جدا مهم وجديد. هذا حكوا عنه، فبكره لما تنزل الشخصية ناخذ التيم بيرك ونجربه وننزلكم عنه تجربة ان شاء الله. طبعا قالوا هذا كمان راح ينزل بالتجديد للسوق الاسبوعي، مثل قم برمي البرميل البارود على الموياء مع هذا القوس، يطلق هذا السلاح سهما برميلا ينفجر بعد ثانيتين، وهذا سيعلم المومياء عدم العبث معكم. حلوه هي، يعني انه يمكن اداه لطفش المومياء هذا المقصود فيها، يعني مثلا بعد العبث معكم. المهم انا بحديثات نحن الحكيات، فكمان راح ينزل هذا بكره او لما انت عم تشوف الفيديو، لا بكره رح تشوفه، بكره رح ينزل، بكره الساعه تقريبا 7 اليوم الجمعه الساعه 7 هيك شيء، و4 ما متذكر بالضبط، متاح على المتجر الاسبوعي من 1 يونيو بكره، يعني الساعه 8 مزبوط، الساعه 8 في منطقه الشرقيه و12 في منطقه الجنوب. المهم و3 صباحا بتوقيت الرياض، معناته اذا انتم تشوفوا الفيديو رح تشوفوا الساعه 6، بعد 9 ساعات رح ينزل هذا الايتم شوب. المهم وفي عندنا كمان قوس سهام زينون، طبعا هذا قوس سهام زينون حسب ما حكوا انه هذا تابع لعصر النيون واسلحة النيون.
ما بعرف عنه اي شيء، بس كمان يقولوا انه يعني لا باس فيهم، بس ولكن هذا افضل. بس ولكن لسه ميزاته شنو؟ هي التمرين ده مش سادس او حد يعرف عنها اكثر، بس يعني احنا نعرف عنها بس ينزلوا ان شاء الله ونجرب لكم اياها وننزلكم عنها ان شاء الله، لانه حاسس انه تجربه السلاح حيكون له لمسه كثير فنيه مثل البول ابيض اللي كان يستخدم طلقات الشرق، كان كثير حلوه. طبعا هون في عندك تحديث المحتوى، هون تحديث المحتوى راح يكون يوم الجاي اسبوع الجاي يوم الخميس كمان، راح ينزلونا اياه وراح ينزلونا هي كمان بالايتم شوب، وكمان بيحكوا عنها كثير مهمه وبركاتها كثير مهمه، وبس نزلت انا اكيد راح اجيب لكم اياها وانزل لكم اياها. طبعا في ملحوظه جدا مهمه، وانا هي الملحوظه كلها الحلقه هذا عم بحكي كرمال الملحوظه. الملحوظه ايش مكتوب فيها؟ بسبب الاوضاع الحاليه للحفاظ على سلامه مؤدي الاصوات سيتم تاجيل احداث الطابع القصصي في الوقت الحالي. يعني هلق حاليا ما في طابع قصصي، يعني احداث ما احداث ما في. المهم بنسكر هذا اخر الاخبار واخر التسريبات. طبعا هلا راح افرجيكم اهم شيء واخر شيء، يعني حسب ما انا شفته من ضمن الملفات مثل ما انتم شايفين الصوره طلعت قدامكم على الشاشه. طبعا حكوا انه هاي اذا شفتوها تبعيت كتيكت، لا مو كتيكت، المهم هي سوت رقصه على تيك توك وشهرتها. المهم فحكوا انه هاي السكن راح ينزل عليها على اساس في هذا التحديث، بس ليش ما نزل مش عارف. طبعا انتم ما شايفين حتى الصوره كثير جميله. طبعا حسب ما بحثت عن البنت طلعت اسمها ايمان انيس، مغربية عايشة في امريكا، مواليد ال 94 او 96، مواليد ال 96، هي من مواليد ال 96، اسمها ايمان انيس. طبعا حسب التسريبات حكوا انه راح تنزل هاي الصورة اللي انتم شايفينها وهي السكنات اللي انتم شايفينها، سكنات جدا جميلة صراحة، قالوا راح تنزل لها بس ولكن ما شفنا شيء نزل، على اساس هي بهذا التحديث راح ينزل بس ما نزل شيء. المهم نحن مو موضوع حديثنا هذا كلياته، ولا بنروح لتجديد السوق الاسبوع يلي حكينا عنه. طبعا تجديد السوق الاسبوعي هذا الاسبوع ما في اي شيء مهم، بس ولكن كل ما هنالك هي البركات ممكن نستفيد منها ونشتريها بس، وما في شيء ثاني مهم ممكن انك تشتري او حسب حاجاتك زادت حسب الليفل تبعك ومستواك ممكن تتقرر. وبالنسبه لهون حاليا ما نزل اي شيء، بس بكره راح ينزل اكيد شيء جديد وشخصيه جديده، راح ينزل شخصيه هلا واسبوع اللي بعده راح تنزل شخصيه، فجهزوا ذهباتكم وجهزوا اموركم، وانا لازم اشتغل اكثر واجيب ذهب. وهلا خلينا نروح نبلش نحكي لكم شرح تحديات الضخم بشكل سريع وسلس وخفيف ونظيف، وانا بحب السرعه كثير ما بحب اللت والعك الجني كثير صراحه. المهم طبعا انتم راح نبلش باول صفحه باول تحدي، مطلوب منك اجمع كسرات النيزك اللي هن عباره عن صخرات راح تنزل باي ماب باي محل، راح تلاقي صخرات كبيره مطلوب منك تجمع 11 وحده، طبعا هي كثير ايزي. المهم الثاني ممكن انك توقف عندك وما تقدر تقطعها لانه هي عباره مو تروح على الخريطه، بتلاقي هون جمجمه ثانيه موجوده، لازم بتروح بتلاقي هون جمجمه موجوده، الجمجمه الموجوده هون هي راح تساعدك على انك تدخل على هي التحدي وتخلص منه. طبعا هو في عندك ثلاث ايش مستشعرات لازم تبني حواليهم وتحميهم، كل ما هنالك بطلب منك بس لا اكثر ولا اقل. فهون في عندك اطلق الطائرات، هي عبارة مثل مدفع صغير بس تكبس عليه تعمل له سيرش بتطير، بس كمان كتير ايزي وسهل 11 وحدة بدك يعني تخلصها بمهمة او مهمتين، واغلبهم بدهم مهمتين مهمة ما بيخلصوه. التحدي اللي بعده قم بتصفية مومياء النحل، المومياء اللي شايلة خلية نحل مطلوب منها تكسرها تنزل منها نحلين، نحلة لازم تلمها مطلوب منها 15 نحلة. بس الصفحة الثانية مطلوب منك انك تجمع البيانات من مومياء الكروم الضخم، طبعا مومياء الكروم الضخم هي ما بتموت يا بسلاح ناري او بسلاح مائي، هذول اثنين بس بالفيزيكال والنيرجي والكهرباء، هلا الكهرباء ماني متاكد بس شفته ما استفدت منه، بس مي ونار 100% بيموت معك، اما الثلاث اسلحه الباقي ما يموت، فيزيكال انرجي وكهرباء، هذول ثلاثه ما ماتوا فيها، بس من المي والكهرباء بيموت فورا، لازم انت تستخدمها حتى تموت خمسه، مطلوب منك انك تقتل خمسه وتاخذ منهم بياناتهم. التحدي اللي بعده مطلوب منك استخدم الضوء، استخدم الضوء عباره انك في ضوئيه كبيره موجوده في قلب المياه بتروح تدور عليها، المهم تعمل عليها سيرش خالصين، هي مطلوب منك اربعه بتخلصهم، هي مهمه وهذه انا متاكد. وبعدين رح يخيرك بين ثلاث اسلحة، انا اختاريت الديجل، كل واحد يحب الشيء يحبه يختاره، اختار الديجل او الاس ام جي. البو ما بشوفه كتير مهم، مع انهم كتير مكثفين البو بشكل جدا كثيف في الاسلحة، يعني شيء خرافي يعني البو حاطينه. المهم التحدي اللي بعده بالصفحة الثالثة مطلوب منك اجمع المراوح، طبعا اجمع المراوح ذهب النحل، ذهب النحل عبارة هي في مروحة طيب هيك صغير موجودة بأرض محطوطة، بيطلعك شجرة صخرة ست على الخريطة بتروح لعندها وبتعمل عليها سيرش، مطلوب منك خمس مراوح كمان تخلص معك كل ايزي هاي المهمة. والتحدي اللي بعده اجمع المراتب، المراتب هي شو هن؟ هن بدك تروح تدور على هي الحوتة بتكسرهم بيطلع معك مثل اسفنجة وبتاخذها، بس نقطة جدا مهمة تكسر البناية
تكون هن موجودات بالبنايه، عشان ما تضل تدور بالبنايه يكون مثلا سكنيه، ما تضل تدور فيها بتكسرها بينزلوا لك، ما راح ينزلوا عليك عشان ما تضل تلاقي الغلطه مثل ما انا غلطتها، لان مطلوب 15 وحده وممكن صعب انها تلاقيها بمهمتين بدك ثلاثه. فلذلك حاول انك تكسر بدقه. التحدي اللي بعد مطلوب، قم بجمع اجهزه استقبال التلفاز. طبعا اجهزه استقبال التلفاز هن اذا تكسر تلفاز وبيطلب منه شغله بتاخذه منها كمان ايزي سهله جدا. ابحث في البراميل، بيجيك برميل لونه اصفر وله غطاء ازرق، ممكن بتشوفوه كثير، هذا تلاقيه منتشر بالماب كثير، بتاخذه وتروح تسوي يعني بحث مطلوب منك خمسه كمان. طبعا هذول التحديات هذول كلهم ايزي، بس انا رح اذكر لكم التحدي المهم اللي هو بصفحه خمسه. بالصفحة 4 ابحث عن ملفات مخصصة للمشروع، كمان هذا ايزي بتدور عليه بس لك شغلات صفرة بتاخده، واجمع المطاط، هو عبارة عن دواليب مطبقة فوق بعضها، واكثر شيء بتلاقيها بس المدينة الصناعية، بتكسرهم في ايدك بينزل مطاط بتاخده. اللي بعده مطلوب منك اجمع مومياء درع. مومياء الدرع نحن اول شيء قتلنا النحل، بعدين قتلنا الكروم، وهلا لازم تقتل اللي يشيل براد وتمشي هي من الدرع، لازم تقتله وتجمع من هالبيانات، كمان هي ايزي جدا. والتحدي اللي بعده دمر شاحنات الصهريج، جمع الفولاذ. سحنات الصهريج لازم كمان تروح تلاقيها بأتوقع بالصناعية بشكل جدا كبير، تلاقيها بالإندريست بالمدينة الصناعية تلاقيها جدا كبير. صهريج بتكسرهم تريلات، بتكسرهم بينزل عنهم إن شاء الله بتاخذهم مطلوب منها خمسة، بس أنا طبعا كسرت 10 سيارات أعطيني الخمسة، فما ممكن تحصلهم من أول خمس سيارات عشان يكون فعلا كل. المهم اختبار البدلة، وهذا التحدي أصعب شيء لأنه خصوصا زفايت فيه مو مثل باقي التحديات اللي أنت تلعبها. طبعا هو في هذا بعالم خاص، اول شيء راح تلاقيه ما راح تلاقيه بالمهمات العاديه، تلاقيها هو موجوده بماب خاص لها، بتفوت عليها بيطلع لك هذا السكن، راح تشوفه هلا بالصوره يطلع لكم. طبعا مثل ما انتم شايفين انتم بالصوره قدامكم، هو عباره عن مثلث او مثل مخروط ممكن تقول، طيب هو موجود في قلبه. طبعا هو مطلوب منك بالاول انك تشوف مدى الدفاع البدله، بس في هون نقطه جدا مهمه انت تغلطها، بتروح تبني عليها بلش يهجم عليك المومياء والزومبي، بتضل ربع ساعة بيهجموا عليك من دون لا عدد لا وقت لا اي شيء، وانت هون تبلش مرحلة الدواخان وطول ايش السبب وفي غلط باللعبة. المهم هو الغلط انه هي لازم اول شيء يهجموا عليها، بيدخلوا عليها بيحاولوا انه يدمروها، هذا تسمح يعني تفتح لهم الطريق بيدخلوا لجوا العنت هي بيدمروها، عندما هي توصل هي الحالة مجرد ما الدمج توصل لدرجة فورا بيقول لك خلاص تم اكتشاف قوة البدلة، فبلش تحدي. فيقول لك معك دقيقة واحدة لازم تجهز حالك، رح يجي عليك 150 زومبي، تكون انت جاهز بهذا الوقت، والزومبي كتير قوي، فلذلك انت حاول انك تبني وتخليهم بس بدهم يهجموا، بتخليهم مكان مكشوف وفورا هم يدخلوا الجماعة، خليهم يدخلوا يدمجوها، فورا بترد ترمم البناء وبلش عليك الهجوم، وخصوصا اكيد رح تنزل لحالك بالمهمة، لاني ما اظن حدا رح تلاقيه موجود معك يلعب معك المهمة. فلذلك حاول تعمل مثل ما قلت لك، تبني وتجهز وبعدين عم تبلش الهجوم، تشغل المهمة، خليهم طريق يدخلوا بيدمجوها، وبعدين تريد تسكر الطريق ويبلش عليك الهجوم. 150 زومبي و 150 زومبي ايزي يعني قتلهم، مو شغلة جدا عظيم، بس لازم تكون باني وخصوصا تسوله. التحدي ما قبل الاخير بالصفحة 5. ليش ما قبل الاخير؟ لانه بصفحة 6 رح اشرح التحدي. بعدين وبالتحدي هذا اجمع صوت المزرعة، هن عبارة عن تلاقيها عن صورة بقرة مثل ما كنتم شايفينها قدامكم على الشاشة، هي مثل كارتير بقري، فانت لازم تروح تعمل عليها سيرش وبس كل ما هنالك. والتحدي الاخير رح اشرح لكم اياه بالصفحة 6، بابا الرضيع، واللي هو كثير سهل جدا، بدك تروح تدور على دبدوب وكمان تعمل له سيرش، بس هن مطلوب منك ستتين تعمل لهم بمهمتين، كلهم بمهمتين لازم. وبس يكون هون وصلنا لنهاية الفيديو، شكرا لحسن المتابعة، وبعتذر عن الإطالة والحكي الكثير، لأنه هذا الحكي لازم يتحمل بفيديو، هنا عملته فيديو واحد، حبيت أختصركم كل المعلومات الموجودة في طول الزومبي، ما إني أكثر بالحديث عنها وأحكي كثير بشكل مضيعكم أو إنكم تشوفوا عم بتكثر حكي وراسكم يوجعكم. المهم وصلنا هون للنهاية، لا تنسوا تضغطوا لايك والاشتراك، تستنى لك اليوم فيديو جديد وحلقة جديدة الساعة 6، وأهم شيء أرجوكم اشتركوا. 7% بس من المشاهدات عم تيجي مشتركين بس، تخيلوا يعني جبنا 100 مشترك، اذا جاب الفيديو واحد 100 مشاهدة فعليه 7 بس مشتركين، و93 شخص مو مشترك. ليش؟ اشتركوا، خلينا نوصل 10000، المهم مو رقم كبير، كله ناقصنا 8000، يعني هلا نحن عنا 7% 93% ما حاطين اشتراكات، لو ممكن حطيتوا الاشتراكات راح نطير، يعني اتوقع بثلاث ايام نوصل 5000، انا ضامن 100%. المهم شكرا لكم لحسن المتابعة، وشكرا لكم هاي الثانية، شوفكم فيديو جديد وحلقة جديدة الساعة 6. لو عجبك الفيديو ما تنساش تتفرج على الفيديو ده وكمان الفيديو ده، وما تنساش تعمل سبسكرايب للقناة وادفع على خدمة الجرس علشان يوصلك كل جديدنا.